فاش كيتجمع فيك الحقد والحسد انا اعرف باللي راك فتي السخط. اي متسبعين الكرام، هذا واحد الاب اللي مزوج عنده واحد الولد، فقرر باش يطلق المراه ديالو من الاول، طلقها بالحكم باللي كتخونه، حيت هذا الاب هذا كان دوز واحد المده السجنيه حيت كان كيدير داكشي ديال الترافيك، يعني نصب على شي واحد ودخل دوز في ديك المده السجنيه. وصلوا له الناس، انتم راكم عارفين صحاب الحسن راهو كاينين بزاف، وصلوا له باللي المراه ديالو راه خانته مع فلان. فعلا خرج اكد ديك الهضره، هي كتقول باللي راه ما خانتوش. المهم طلقها ومعها هي كانت حامله، وبدا كيقول لها داك ماشي ولدي، هذاك هادي هذاك هادي، طلقها. بقات هاد السيده هادي كتعاني وكتخدم. انتم راكم عارفين الا كانت شي وحده مثلا بايطاليه، اول حاجه كديرها كتمشي كتبقى تجفف، تتشوف شي موبل يستعطفوا معاها يخدموها يعني في الميناج. وهنايا الدري هذا بدا كيكبر، بدا كيكبر، وبدات الام ديالو كتعاود له الاحداث باللي هذا الاب ديالو باللي سمح فيها واتهمها في الشرف ديالها وبزاف ديال الامور. اذا هنايا الدري هذا اول حاجه طلع في واحد المجتمع اللي هو بلا اب، ما كيعرفش الاب. يعني فعلا هاد السيده اللي تزوجت، ولكن تزوجت واحد السيد حتى هو وعارفوا باللي ماشي بوها. هاد السيده اللي تزوجاته فشافوا باللي كيعنف الام ديالو عفوا، زائد كيقول له خرج بيع الكارو، خرج بيع ميكا، ولا ما جبتي ليش قد والقد في عشيه راه كتلقى راسك برا. هاد الدري هذا فاش شاف راسو كيبرغ في الزنقه، والاب ديالو كان عارفه فين ساكن، وهاد الاب ديالو من بعد يعني بقى عايش غاكاك حتى هو كيبريكولي من لينا، ولكن الاب ديالو كان بلي باللوطو، يعني بلي باللوطو، وكانوا عارفين انه الناس باللي بلي الروطو الفلوس ديالو كامله غادا غا في القمر. هنايا هاد السيد هذا اتجه للطريق ديال الاجرام، يعني شاف راسو يعني كيبقى يخدم على راجل امو، فخرج ليها نيشان، بدا كيشفر، مره يمشي مع هاد الرباعه، مره يمشي مع هاد الرباعه، مره يتشد، مره يدخل، مره يخرج، حتى السيد ولا منحرف وحياته كامله كيشوف راسو باللي ضاعت. اتجه لواحد السويقه، بدا كيبيع الحوت، ما خلى ما دار، جمع الكراطن، دار جميع الحرفات اللي علاقه الحلي هو اللي استطاع عليهم، يعني اي حرفه داروا. فهنايا كتجي واحد الاخباريه باللي الاب ديالو كيربح في اللوطو، جا يعني ربح واحد الفلوس. وهنايا السيد فرح، قال لي يعني كيفاش الاب ديالي يربح، نمشي عندو يصوفيني، شري ليا. كان هو الهدف ديالو باللي يشري موطور، هذاك التريبوتر، بغى يشري تريبوتر، وتا هو يحسن لهاد الوضعيه ديالو، ديما يعني كيسرق ديما طابوم ديك الشيء. قال انا نمشي نبيه، باع في المارشي، سبقو عليه باش دير بلاصتك في السوق راه صعيبه، سبقو عليه. قال علاش انا ما عنديش واحد الموطور، وكان كيجمع مره عاوتاني ديك الفلوس اللي كان كيجمعها كان كيطبها، كيطلع له الدم، كيمشي يشريها شراب ويرجع. فساق الخبر باللي الاب ديالو ربح في اللوطو، وربح يعني تمان ماشي يعني مبلغ كبير. يعني مشى عنده وبدا كيقلب عليه، وقال له اهلا باك، قال له انا ما مسالي لكش دابا، عاد باك يا الطماع يا المسخوط، يا هادي ما تعقلش على باك. قال له كيفاش نعقل عليك الوالد وانا ما عنديش وانا؟ قال له سير جري طوالك، سير. قال له انا ما نعطيك سدرهم، سير عليا، سير، راه قدك راهم خدامين، راه كيهزوا البالا، راه كيهزوا الفاس، راه كيهزوا هادي، سير. بدا عليه بهاد الهضره هادي، هو شد في قلبه، وكان جامع واحد 2000 درهم، فمشى وطبا شراب. وهاد المعاناه ديالو بدا كيعاودها لصحابو، ومشات البيعه، وانت صاحبي باك شاد قدا وقدا وما يعطيك صاحبي، ما يشري لك حتى موطور، ما يشري الناس، راه داروا لولادهم والناس، يعني عاد كيزيدوا يغرقوا. فانا طيح لي واحد صاحب واحد الفكره، قال له في خبارك راك انت هو الوريث الشرعي، امك راه طلقها وانت الوريث الشرعي، يعني هاد باك هذا مشات تصفات لي، راك انت اللي غتاخذ هاد الفلوس، تاخدها كامله. بداو كيزيغوا، بداو كيلعبوا، بداو كيدوروا بيه. واه شنو هادي؟ راه هوت اصاحبي، راه فلوس كثيره. فهاد السيد هذا بدا كيدور هاد الفكره هادي. السيد فعلا الاب ديالو قرر، يعني جاتهم اخباريه باللي تزوج، قالوا له قبل ما يتزوج مشى تزوج صافي، هذيك الفلوس اللي حط في الحساب ديالو كلها
هديرو مرة وانت تخرج لدي دي في شوفوا الحقد وشوفوا هاد أصحاب السوء فاش كيطيحوا الواحد. فعلا بدا كيخطط له وبداو كيشوفوا يعني جابوا واحد الصديق ديالو بدا كيخطط هو وياه فوقاش كيدخل فوقاش كيمشي يشرى هاد المحل شنو هيبيع شنو هيشري في كيمشي في كيجي باش يشوفوا كيفاش. كيف ما قلت لكم متابعينا الكرام هاد السيد هذا كان باغي يشري تريبوتر حيت الصاحب ديالو عنده تريبوتر وكيدور به الحركه فقال علاش انا ندير تريبوتر كيما صاحبي ونبقى ندور حنايا الحركه بجوج. انا بعض المرات كيمشي معاه كيبقى يعطيني نهز غا الصنادق كيلوح لي ديك 400 ريال انا علاش انا ما نديرش ندير انا بلاصتي في السوق وندير يعني يعرفوني الناس وبقى ننزل لهم السلعه. يعني كان هو واخد واحد البديله اللي هي زوينه بزاف الا هاد الشيء هذا كامل كيتقلب عليه كيف ما قلت لكم متبعينا الكرام. فعلا هاد السيد هذا بدا كيخطط هو وصاحبه وقال له راه على الاقل بقاو كي تتقاسموا قبل ما يقول له انا صاحبي تعطيني 90 مليون لا انا تعطيني على هذا مشيو شراو البالات مشيو شراو كل شيء. فعلا تعرضوا للاب ديالو داروا له واحد السلك يعني واحد السلك كانوا موجدينه واحد السلك عباره عن سيركل اللي ما عنده حتى شي فتحه بمجرد كيحطوه في العنق وهو كيعطيه بالدار فهنايا يعني الشرايين ديالو كيتقطعوا وداروا في خنشه وتموا يعني الانقال ديالو على مثل هذيك الدراجه الثلاثيه والذهاب به يعني في الغابه ذهب في المكان المعلوم اللي كانوا خطوا له في الاول وهذاك المكان كانوا اصلا كيسكروا فيه يعني ها قال له هنايا في نادي وهما يعني كيحفروا وهما يعني سكرينين يعني سكرينين باش في الوعي ديالهم. وهنايا على حسب التصريح ديال الصديق ديالو فكان الابن كيحفر في ديك الحفره اللي هما سموها قبر وهو يعني كيف ما حنا كنقولوا يتنخم على جثه الاب ديالو. شوفوا الله يسر هاد حنا علاش انا سميتو كسر من المسخوط هذا راه فات السخط ليه يعني شوفوا وهو كيقول بقود ديك الحقد انا ما كرهتش انا ما كرهتش ندير لك انا ما كرهتش نفعل لك ولكن دابا هي ها انت شوف تاليتك شوف كذا ما بغيتيش تعطيني ايوا ها اللي ما يبغيش ها هو يعني وهو يردد في ذلك الكلام. بالفعل قاموا بدفن هاد الجثة هادي وصاروا يخططون يعني كيف يجبدوا ديك الفلوس كيفاش يديروا لها او كيفاش. هنايا عرفوا من خلال البطاقه البنكيه البنكه اللي داير وبداو كيتسناو الناس تهضر فين مشى فين هذا. فعلا بدات الناس فين شاف فين هو السيد فين هو ولكن قليل يعني ما حتى شي واحد ما مشى لدارو حتى شي واحد ولكن لاحظوا بلي الابن بقى كيدق يعني داروا واحد الردود كيف ما حنا كنقولوا فين هو با فين هو با ما با ما كيحلش انا جيت باش نطلع عليه انا حقا قال لي اعطيني شي فلوس انا حقا. وهنايا شافوا الجيران باللي كانت واحد العداوه بيناتهم يعني ملي جاوا البوليس وعرفوا بلي السيد مختفي عرفوا بلي كانت واحد العداوه ما بينه وما بين الابن ديالو. فكيفاش هاد السيد هذا ما بين ليله وضحاها قال له انا عطيك شي فلوس وجاي كنوض الحيحايه بغيت با بغيت با. هنايا علاش نقول لكم دائما كتبوا تحيه لرجال الامن هنايا عاقوا باللي يمكن يكون هاد السيد هذا هو ملفعله وداير ناده بالتربح. فبداو معاه البحث فوقاش قال لك باك يعطيك فوقاش هادي يعرفوا باللي السيد اول حاجه حياته كامله اجراميه ثاني حاجه باللي السيد ما ثابتش في الهضره ديالو يقول هضره وينسى هضره. فهنا واحد الطبيب كان ذكي قال له راه حنا عارفين كل شيء وحنايا متبعينك من الاول والفلوس اللي داير عليها كل شيء راه مبلوكيا يعني غا قلنا فين درتي باك فين درتي باك. هنايا السيد بدا كيتردد وبدا كينكر وانا جابوا الصاحب ديالو اللي قال له كان معانا كان معانا بداو كيديروا لهم واحد المحادثه وعرفوا باللي كل واحد وكيشرق في الهضره يعني عرفوا قالوا ربما صاحبه هذا يكون معاه في الجريمه هذه والقضيه كانت باينه وواضحه للامن الوطني. علاش محيت عرفوا باللي الطمع وباللي بوه من يسمعوا يعني ربح هذا المبلغ هذا المالي
عرفوه بلي يكون دار شي حاجه لبواه، وفي الاخير هو يعترف لهم الصديق ديالو. وشي بدا كيلصق لشي تهمه، يعني بحال صاحبو كيقول له هو راه غا جاب لي قال لي عندي شي سلعه، فبي انا كنكتشف بلي جايب الاب ديالو قال لي شي سلعه باغي ندفنها باغي هادي. عرفوا بلي الاب ديالو صفاوه عليه ومشاو دفنوه في الغابه. هنايا مشاو لعين المكان وفعلا يعني تصدموا رجال الامن كذلك شهود العيان تصدموا بهذه الواقعه هذه. كيفاش ابن يعني اصلا ما كانش عايش معاه بزاف ديال الامور يدفن الاب ديالو باش ياخذ الفلوس والفلوس ديال القمر. شوفوا النهايه، اول حاجه النهايه ديال الاب كيف كانت، يعني يربح فلوس تتسمى ماشي فلوسه، يعني هذوك فلوس على قمر. النهايه ديالو يعني كانت تحسن المغاربه، كذلك النهايه ديال هذا الابن هذا اللي كبر الحياه ديالو كامله غاف الصناقي، والنهايه ديالو نتوما راكم عارفين. فكنشوفوا هاد العائله هادي كامله فرحة جدات الام بالدور ديالها كتقول هذاك راه ماشي ولدي، انا ما ربيتوش هكاك، انا ما هريش، انا صافي تزوجت ولدت وليداتي وبنيت حياتي كامله. اذا الضحيه ديال هنايا هي هاد الابن هذا.